أحبتي، أتيت لأحدثكم عن شهر الغراس. إن شهر الغراس هو مفتاح أبواب الخير كلها. إنه الشهر الذي نحن فيه، إنه شهر الله المحرم رجب، هذا الشهر الذي أمرنا الله جل وعلا ألا نظلم فيه أنفسنا، هو وبقية الأشهر الحرم المعلومة. ولي وقفة مع هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي من أحسن غراس الخير فيه أثمر وأينع بإذن الله في رمضان. إن أحد أسباب فتور الكثير في رمضان يسيرون مع القيام والصيام إلى اليوم الخامس، الليلة السادسة، ثم يبدأ يضعف الإيمان في القلوب، ويخبو جذوة الإيمان والخير في النفوس، ويبدأ البعض يتوارى عن رمضان ويثقل عليه الصيام وتلاوة القرآن. سببه التفريط في شهر رجب. إن رجب مفتاح هذه الأشهر، رمضان الشهر المبارك ليس شهر محرم، وهو شهر الفضائل والبركات، لكن الله جعل هذا الشهر الذي يعقبه شهر السقاية، والسقاية هو شهر شعبان. والفلاح إذا أراد أن يزرع فإنه ينقي الأرض ثم يضع البذر لينتظر بعد ذلك، بعد السقي، الثمر. وإذا أسأنا البذر في شهر رجب ما أنبت في شعبان، ولن نجني الثمار في رمضان. ولذلك أيها الأحباب، أحد أسباب ضعف الخشوع في الصلاة، استغلال رمضان وغيره من مواسم الجنان، أن بعضنا يأتي إليها يهرول، فإذا وقف عند باب رمضان بدأ معه البذر يبذر ويسقي، ولكن وقت غير بذر، هذا ليس وقت البذر، رمضان وقت الثمر، رمضان وقت الحصاد. فإذا أردت أن تستفيد من رمضان فأحسن الغراس في رجب، ثم اسقه في شعبان، ثم اجني الثمار في رمضان. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يستقبلون رمضان بأشهر عديدة، لكن ابن رجب يقول إن شهر رجب شهر البذر، ولذلك كانوا يستعدون لرمضان من أشهر، وخاصة من شهر رجب.